كما نعرفوا الناس الكل البارح صارت الانتخابات التشريعية اللي باش تفرز 217 نائب منتخب في مجلس الشعب الثالث بعد الثورة. ال 217 نائب هذوما راهنوا عليهم ابناء الجهة متاعهم ويستناو منهم البرشا إذا مش شوية. اليوم ميكرو نجمة فيه مهبط للشارع باش يرصد انتظارات المواطنين من النواب هذوما. ابقوا معنا وربي يوفقهم للي يحب يخدم تونس وإن شاء الله يوفقهم ربي والله إن شاء الله يقدموا الأفضل نظرة كل المجالات خاصة المجال الفلاح اللي مش يموت طوح الفلاحة صحيح ما عادتش هم برنسيب يهتموا بيها ذاك والبطالة هون الله مصلي عني بي شركة تنزيلية أفضل مشروع متاعنا شركة معمل الحليب تونس هذاك زادت نسوه للنواب ولا حتى حد لا يبي هذاك إن شاء الله زاد من اللي من حوايج إن شاء الله يتبعوه ويشوفوا علاش معناها ما كملوش الموضوع هذاك لو يوعدوه ما مش يرجعوه المعمل مش يرجعوه وفي الاخر ما عملوا حتى شيء ان شاء الله زاد هذوكم ان شاء الله كيسات ماشي بالتوالي كل شيء ماشي بالتوالي ما عندنا شيء فما تطلب طلب حتى بنزيد تمديد الكهرباء ما يعطونيش تطلب اي موضوع ما فماش ديما مسكرينها في وجوهنا النواب يعني نتمنى ان يجي فيهم واحد يشد ما يخدمنا معناتها يوضحنا ينقصنا من البطاله معناتها يعطينا شنو نحب يخدمنا فما مستكم عمل حليب ويحل المول مغادي وما عرفش ويقبل كم بالمعارف ومن تتنحى حكايه الرشوه ويتنحى كل شيء النواب ان شاء الله يتحدوا ويعملوا حكومه باهيه وتنجح لنا تونس ان شاء الله وربي يجريها للصلاح فيما يخص سيدي بوعلي ان شاء الله حتى سيدي بوعلي مشتتين برشا فهمتي وان شاء الله كيف يقولوها من حسن الى احسن وان شاء الله ربي يوفقهم اللي فيه خير وبالنسبه لسيدي بوعلي ناقصين الفلاحه فهمتي لا تعبه على الاخر ما عندنا شكون يتكلم علينا بصفه رسميه فهمتني سيدي بوعلي خاصه سيدي بوعلي سيدي بوعلي اكوتي بالنسبه للاحزاب على روحهم فهمتني اما بالنسبه للحكومه ان شاء الله تغزرنا بعين الاعتبار وترك حنا البلاد هذه ناقصنا من البطاله يا خويا ناقصنا من البطاله كاو ناقصنا يجيبونا الدعم نتاع خدمه نتاع بروجيات تاع خدمه اكثر منه للشباب خليه يخدم على روحه وما عمل الحليب ما عمل الحليب علاش محبسين والعباد الكل محبسين ما عمل الحليب اكثر منه ولا ما عمل الحليب وفهمني شوف شغل ما عمل الحليب محبس البلاد كامله سكروا لنا ما عمل ارتلاندر ومن بعد ما عمل الحليب كل مره مسكر لنا حاجه